طيب الفيديو السابع والاخير من تحدي اليوتيوبرز المصريين، كل يوم فيديو لمده 7 ايام. الحمد لله خلصت التحدي ده، اخر فيديو 7 فيديوهات في 7 ايام، ارهاق نفسي جسدي كل حاجه ممكن تقولوها عن التعب. وطبعا طالما جبنا رينج لايت كده على جنب وخليناه اصفر وكلامنا كده بهدوء كده، احنا كده جايين نقول كلام مهم ودردشه كده مع بعضينا، فيلا بينا ندردش مع بعضينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفاف، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. طبعا الناس اللي بتقول لي انت بتقول ايه وانت شكلك بتهجص وبتقول كلام كتير كده، لا هو ده اللي انا بقوله في اول كل مقدمه حلقه، احفظها بقى. اديني بتكلم براحه اهو النهارده عشان احنا جايين ندردش كده، وايه والمود هادي، وهات لك كده كوبايه نسكافيه وتعالى بقى ايه نتكلم مع بعضينا كده. طبعا اللي عارف ان انا دخلت في تحدي اليوتيوبرز المصريين او الفلوجرز المصريين، اللي احنا نعمل كل يوم فيديو لمده 7 ايام، يعني انت كل يوم بتصور وبتمنتج وبتنزل الفيديو. فهم بالنسبه لهم عادي زي كريم رفعت وزي ناس كتيره جدا طبعا بتقدم ديلي فلوجز، فهم متعودين على كده. لكن انا كنت بعمل فيديو كل 4 ايام، وكمان من زمان اللي متابعني من زمان قوي كنت بعمل فيديو كل اسبوع. فانا تطورت وقلت انا هعمل فيديو كل 4 ايام وهقلل التعب شويه، مع اني برده كنت بتعب جدا. ففكره بقى ان اعمل فيديو كل يوم ومنتج كل يوم وانا في البيت واهلي موجودين واحنا طبعا في الحج، وفكره بقى ان انا استناهم لما يناموا عشان اصور الفيديو براحتي والكلام ده، ده كانت ارهاق جسدي ونفسي عليا. يعني هو الموضوع بالسهل ان انا بحط الكاميرا قدامي وبحط رينج لايت وام صور، لا هي مش كده خالص. انت بتتكلم انت بتصور نص ساعه او ساعه الا ربع، المفروض تستخلص منهم 5 10 دقائق عشان الناس تتفرج عليك، ما حدش كده هيتفرج عليك ساعه او ساعه وربع. ده الجزء الاولاني من التصوير. لكن الجزء الثاني بقى انك بتاخد المنتج اللي انت صورته ده وبتحطه على اللابتوب او بتحطه على برنامج البي سي بتاعك اذا كان ايه هو اي حاجه، يعني بتحط على برنامج بقى الادوبي بريمير، وهو ده من اصعب البرامج اللي ممكن تمنتج فيها في حياتك عموما يعني. وفكرة بقى انت بقى بتهتم بالتفاصيل، القطع هنا ولازم الكلام هنا يبقى بعد الكلام هنا عشان ما حدش يمل وهو بيتفرج عليك، وتظبط الالوان طبعا، وتستنى بقى الريندر بعد ما بيترندر، وتستنى بقى سرعه النت هتبقى عامله ازاي وانت بتنزل الفيديو والكلام ده. الموضوع لفه والموضوع مرهق جدا. بعد ما بخلص الفيديو اللي انا باخد نفس كده عميق واستعد لتاني يوم عشان اصور فيديو تاني واعيد نفس الكره تاني. طبعا السؤال دلوقتي طبعا اللي هيجي في بالك وهو منطقي جدا، طب طالما انت مش قد كده ايه اللي دخلك اصلا حوار اليوتيوب؟ او السؤال المنطقي اكتر، طب طالما انت مش قد ان انت تعمل فيديو كل يوم ليه قبلت التحدي ده اصلا؟ وحلو جدا السؤال ده، وطبعا السؤال ده اصلا انا سالته لنفسي قبل ما انت بتساله لنفسك خالص قبل اصلا حوار التحدي. انت لازم في حياتك تثبت لنفسك انك لسه في اكتر، لسه في زياده انت ممكن تعملها، مش دي اخر حاجه انت ممكن توصل لها. وهو ده اللي انا فكرت فيه. انا بصور فيديو كل 4 ايام ومفكر ان انا كده بنتج بطريقه حلوه جدا وهو ده اخري، بس انا حاولت ان انا اضغط على نفسي عشان اشوف انا هعمل ايه، هل انا هقبل التحدي، هل انا اصلا هنجح فيه ولا مش هنجح، هل انا هبقى تحت الضغط النفسي والعصبي اللي انا اصور كل يوم ومنتج كل يوم وانزل الفيديو كل يوم، انا في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هل انا فعلا هنجح في التحدي ده؟ هل انا فعلا هلاقي نفسي ان انا فعلا بصور فيديو كل يوم وبطريقه حلوه يعني، وانا شايف ان انا فعلا نجحت؟ ده 7 ايام اهو صورت الفيديو مع اني مرهق جدا وتعبان جدا، وفي ايام حرفيا ما كنتش بنام. يعني انا في 7 ايام دول ممكن يكون نمت نوم اللي هو طبيعي زي البني ادمين 3 ايام بس، والاوقات التانية كلها لا اما قاعد جنب اللاب بمنتج، لا اما قاعد مستنيين لما يترندر، لا اما قاعد مستنيين لما يعمل ابلود على اليوتيوب. فالحوار مرهق جدا. فانت بتشوف دلوقتي فيديو 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق، هو قبليها في يوم كامل انا بمنتج فيه وفي يوم كامل انا بصور فيه، فالموضوع مرهق جدا. هل انا مبسوط من النتيجه؟ جدا، وشايف ان انا انتجت فيديوهات تقريبا دي احسن فيديوهات عملتها من ساعه ما انشات القناه دي، والافكار اللي جات لي في دماغي انا كنت بفكر في الفكره فتح الفيديو ومرتجل على طول، او قايل الفكره اللي في دماغي او الخبره بتاعتي. الاول كنت بكتب سكريبت والكلام ده، دلوقتي لا مفيش وقت اصلا ان انا اكتب سكريبت واشوف ايه الصح وايه الغلط، انا بقوم فاتح الكاميرا ومتكلم على طول. وده اتعلمت منه ان انا ممكن اصور فيديو عادي من غير سكريبت، ممكن افتح التليفون واقوم قايل كلام من القلب على طول، او قايل كلام اللي في مخي على طول. دي حاجه انا ما كنتش متعلمها، انا كنت لازم اكتب سكريبت ولازم امشي على النص بالظبط. فاول حاجه اتعلمتها ان انا بدات ان انا اتكلم بتلقائيه اكتر، بدات الناس وهي بتتفرج عليا تحس ان انا فعلا هي دي طبيعتي، هو ده كريم، هو ده كريم عفت اللي بيصور فيديوهات، فهو في الحقيقه. تاني حاجه انا اتطورت دلوقتي في المونتاج جدا الحمد لله، وده بشهاده ناس كتيره جدا بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي. انت اتطورت في المونتاج، اتطورت في القطع اللي انت بتقطعه ما بين القط ما بين السكته والسكته، بقى كلامك مبسط، كلامك بقى احلى وانت في المونتاج، كلامك بقى متصل ببعض ومفيش فراغات في النص، ظبطت الالوان بتاعتك، ظبطت الكلر جريدنج بتاعك، طبعا بقولها غلط اللي انا قلته ده يعني ظبط الالوان، او اللي طبعا فاهم في المونتاج وكان ده هيعرف انا بتكلم في ايه. هو طبعا هو مش كده خالص اصلا، هو لو انت هتبص على الفيديو الرو الحقيقي اللي انا بصور بيه بالتليفون هيبقى شكله عامل كده،
مفيش تفاصيل، بص وش شكلي غريب والواني غريبه ورا، وده بعد التلوين. بعد التلوين ان انا بلونه، بص الحيطه بقت شكلها عامله ازاي، بص بشرتي بقت عامله ازاي، بص اللي هو انا بظبط الالوان. فكل ده انا اتعلمته في السبع ايام دول والضغط اللي انا كنت فيه. ثالث حاجه وهي اهم من الحاجتين الاولانيين، ان انا اتعودت ازاي انتج وانا تحت ضغط، كل يوم فيديو، كل يوم مونتاج، كل يوم يوتيوب الكلام ده، ولسه بنتج ولسه بعمل فيديوهات كويسه ولسه عندي افكار ان انا انتج. فدي كانت حاجه حلوه جدا، انا لقيت نفسي اللي اكتسبتها اللي انا تحت ضغط ومسؤوليه اللي انا لازم انزل فيديو كل يوم. طبعا انا مش هكمل بالحوار ده خالص، انا ممكن اموت فيها اصلا، هي بس تبقى من فتره لفتره كده، لكن احنا نرجع لفيديوهاتنا طبيعي جدا بعد اربع ايام. طبعا بعد ما اخد الراحه بتاعتي عشان كده اهلكت خالص يعني. فانا تعبت جدا في السبع ايام دول، ومبسوط جدا ان انا كملت السبع ايام، ومبسوط جدا ان انا انتجت لكم حاجه انتم مبسوطين منها، او حتى لو 1% بس مبسوط منها، فانا مبسوط جدا ان انا ابسطت ال 1% ده، وفخور جدا ان انتم بتتابعوني. اصلا احنا دلوقتي وصلنا ل 3000 او 3000 وشويه، شكرا جدا، انا مش عارف اقول لك ايه والله. مبسوط جدا ان انا دخلت التحدي ده وخلصته الحمد لله، سبع ايام بسبع فيديوهات، كان التحدي سبع فيديوهات وانا خلصت. طب انت دلوقتي عامل دلوقتي الفيديو ليه؟ انا عامل الفيديو اللي انا اقول لك المفروض تقبل التحدي على نفسك، مش طبعا سيبك طبعا من التحدي بتاع نص ليمونه والشغل الضيق ده، لا انا بتكلم تحدي في حاجه انت بتعرف تعملها كويس، شوف انت اخرك ايه وحاول تعلي على نفسك، مش لازم لمدى الحياه، لا لمده مثلا سبع ايام خمس ايام، هتلاقي نفسك انت اتعلمت حاجات كتيره جدا تحت الضغط ده. وفي الاوقات بقى اللي انت المفروض اصلا مضغوط فيها، انت بالنسبه لك هيبقى عادي، انا في خمس ايام عملتها كل يوم وما حسيتش بحاجه او تعبت تعب شويه. لكن لما تيجي بقى تدخل بقى في ضغط بقى اللي هو عيادتك بقى العمليه عادي بقى، اللي هو مثلا فيديو كل اربع ايام، لو انا بتكلم عليا انا مثلا، هتلاقي الموضوع عادي. طب انا كنت بصور فيديو كل يوم، فايه الجديد يعني؟ ده مش بالنسبه لي ده ضغط يعني. شكرا اللي انتم استحملتوني السبع ايام اللي فاتوا، وشكرا جدا اللي طبعا دعمني وعمل لايك او عمل سبسكرايب او انضم للعظماء بتوعنا، وشكرا جدا اللي انتم سمحتوا لي ان انا اتكلم النهارده باستضافه برده تاني، انا قلتها برده في الفيديو اللي فاتوا مش معلقه معايا، مش عارف يعني ايه استضافه اصلا. المهم شكرا اللي انتم سمحتوا لي ان انا اتكلم النهارده بحسن نيه، او تسمعوني للاخر وتتعلموا حاجه في الاخر في الفيديو ده. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده، عشان يجي لك اي ابديت في حياتي، او لو عملت اي تحدي ان شاء الله مش هعمل يعني. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.